بيوم من الأيام أوحى الله سبحانه للنبي يونس عليه السلام وقال له: يا يونس، قوم اترك الديري وروح صوب الشرق عنينوى هالمدينة الكبيرة، وخبر أهلها أني رح دمرها تدمير، لأني شفت شر وفساد صار كتير. بس بدل ما يروح يونس عنينوى، قام هرب صوب الغرب ع محل بعيد من وجه ربه، ونوى يغير دربه ونزل عيافة. لقى سفينة نزل فيها، دفع الأجرة وترك المدينة. وبعد ما مشيت شوي، أمر رب العالمين تقوم عاصفة وترفع المي، هاج البحر وكان رح يدمر هالسفينة المتينة. وخافوا البحارة على حياتهم وحسوا انه قرب مماتهم، ومن كتر خوفهم صرخوا لإلهتهم كل واحد الإله يلي بيعبدوا، وبلشوا يكبوا غراضهم بالمي بدون ما يترددوا. بس يونس عليه السلام قبل العاصفة كان غرقان بالنوم، ولما لقى القبطان نايم صرخ فيه: يلا قوم، شو باك يا زلمي نايم ومش عارف شو صاير فينا؟ قوم ادعي لربك اللي بتعبده، بلكي بيشفق علينا. وطلع النبي يونس على سطح السفينة، واتفقوا البحارة الخيفانة يعملوا قرعة تيعرفوا مين سبب هالمصيبة. قام طلع اسم يونس انه بسببه هالعاصفة الرهيبة. وتجمعوا البحارة حواليه وبجت الأسئلة عليه: معقول؟ معقول بسببك عم نهلك؟ انت من وين؟ مين اهلك؟ وشو عم تعمل بيناتنا؟ على لحظة رح نخسر حياتنا. رد النبي يونس وقال: انا من بني يعقوب، بعبد الله رب العالمين يلي خلق البر والبحر، وانا هربان من وجهه الامين وما بدي نفذ له الامر. وزاد خوف من ربه رب العالمين خالق الكون كله، وقالوا له: ولك كيف قدرت تعمل يلي عملته؟ بهالوقت هاج البحر اكتر وعلي الموج. ورجعوا قالوا له: وكيف فينا نوقف هالبلا يلي جبته؟ رد عليه السلام وقال: خلص ارموني بالبحر حتى يهدى، كل هالعاصفة بسببي وانا مش قدى. بس البحارة ما ردوا على هالكلام، وحاولوا يجتفوا بقوة بلكي بيوصلوا على البر بسلام. ولأن البحر زاد هيجان، يأسوا على الأخير، استغاثوا برب يونس وقالوا: دخيلك دخيلك يا رب، فيك مستجير، سامحنا إذا هالزلمي كان بريء، لأنه مصيره ما بسر لا عدو ولا صديق، ولا تعاملنا على عملتنا وتحط دمه برقبتنا. وكبوه عليه السلام، كبوه بالبحر، وبلحظة هدي الموج مثل ما الله أمر. وقاموا تعجبوا كل يلي بالسفينة وخشعوا، وبقوة رب يونس العظيم اقتنعوا وقدموا الأضاحي يلي نذروها إكراما لرب العالمين. قدموها وسخر الله سبحانه حوت وبلعوا حتى يونس ما يموت، وبقي 3 أيام مع لياليهن. كل الوقت يونس كان عم بيصلي ويدعي فيهم.